دخلت إلى البلد ومع الأسف كم هائل من الدراجات على ثلاث أنواع. النوع الأول هي استوردت من 2003 إلى 2010، استوردت دراجات بكثافة وغزارة، استوردت كلعبة أطفال، ولعبة الأطفال ممنوع عليها تطلع وين؟ بالشارع الرئيسي، فقط بالمنطقة اللي حددها قانون المرور بحجم المحرك 40 سي سي فما دون. هاي لعبة الأطفال احنا ما ننظم عملية تسجيلها، فاكو قرار انه تسجل تنظم بالقطع الماسكة للأرض والمجالس المحلية، يعني الحكومات المحلية. يعني خلنا نفرض هسه احنا قاعدين بمنطقة العلاوي، المجلس المحلي بالعلاوي شقد اكو سكنة على منطقة العلاوي عندهم دراجات، يروح ياخذ المستمسكات للمجلس البلدي وينظموا له اضباره وينطوفه كارت يثبت انه هو من سكنة المنطقة على مود من يتجول ما يتعرض للمساءلة القانونية. الشيء الثاني هو الدراجات اللي اكثر من الأربعين سي سي حجم المحرك، هم تنقسم قسمين، اللي بيها أوراق جاية رسمية من الجمرك فهاي تسجل في دوائر المرور يعني طبيعيا قسم من هاي الدراجات مع الأسف استوردت إلى العراق كأدوات احتياطية. استوردوا السكان واحد واللايت واحد والتاير واحد والمحرك أدوات واحد أدوات. أدوات جابوها لهنا، ركبوها نزلوها بالشارع واشتراها أصبحت المقروض أصبحت دراجة طبيعية تسير في الشارع بدون لوحات بدون أوراق ثبوتية. لذلك قانون المروري إذا مديرية المرور ألقت القبض على هذه الدراجات اللي ما بها أوراق اللي أعلننا أنه نسجلها ونسوي حتى يكون الشيء أصولي. قانوني لا سامح الله إذا كثرت الجريمة أو صار فشي بالشارع اليوم منو يأخذ الحق؟ نعم. إذا هذه ما مسجلة فهاي ما تسجل أي وحدة يلقى القبض عليها تحول إلى مراكز الشرطة وتقام عليها دعاوى، هاي الدعاوى جمركية تحال إلى الجمرك وتصادر. زين عذرا على المقاطعة دكتور، اللي يروحون على المعارض ويقولوا لهم نريد اوراق كذا وتطلع كلك، اكو فد صيغه قانونيه يقدر يشتكي لها. يقدر يشتكي بالقانون، نصب واحتيال، نصب واحتيال يقدر يشتكي بالقانون على اللي يباع له الدراجه. اما المرور فما عندها اي، احنا المرور ستنا الكريمه احنا المرور نعمل بقانون. هسه انا شلون انطوني هويه احوال مدنيه او بطاقه موحده غير اكو اثباتات؟ نعم. الدراجه وقسم من المركبات الغير نظامية اللي دخلت للعراق، طبعاً إحنا أكو عندنا حلول لهذا الموضوع. إيه هو أريد أعرف الحل. هيئة الرأي في مديرية المرور العامة بتوجيه من السيد وزير الداخلية المحترم وإشراف مباشر من السيد مدير المرور، اتفقنا إنه بعد تسجيل الدراجات نشوف حركة الدراجات، أكو احتمال إنه نفاتح جهات ذات العلاقة، هل بالإمكان انه نضع حل لترقيم هذه الدراجات اعتبارها خلينا نقول بالمصطلح العامي حدايد مثل السيارات الحدايد اللي احنا نقول دخلت الى العراق بصوره غير قانونيه واصبحت واقع حال، وبالتالي الوضع الامني لابد ان تنظم هذه المركبات سواء كانت دراجات او سيارات وفق القانون. ففتحنا بالاتفاق مع الجمارك وسجلنا هاي المركبات، احتمال يصار إلى موافقات من الجهات ذات العلاقة، الجهات العليا، مخاطبة رئاسة الوزراء عن طريق وزارة الداخلية بفتح مجال تسجيلهن من الجمارك وتنظيم عملية تسجيلهن في مديرية المرور. لكن هذا شنو ايش راح يصير حسب اعتقادي؟ انه لازم ترجع الدراجة وصاحب الدراجة لوين يروح؟ يروح للجمارك، ترسم تسجل مرة أخرى جمركيا، يلا تسجل، هذا مأساة وخاصة للفقير.